السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم وصفه جديده بعيدا عن المطبخ المغربي، هذا بوريك تركي بالسبانخ. الى وليداتكم ما كيبغوش لكم السبانخ، اكيد هاد الوصفه غتعجبهم وغتعجبكم حتى نتوما، ونتمنى تجربوها وغادي تجربوها ان شاء الله. ما نطولش عليكم، نشوفوا شنو عندنا في المقادير. هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق، وعندي جوج معالق كبار ديال الخل، عندي الملح حسب الذوق، وعندي واحد 4 غرام ديال الخميره كيميائيه. وباش غادي نجمع هاد العجين بالماء، يعني الماء يكون بحراره المطبخ. العجينه فاش نحاول نجمعها ندلكها شويه ونحاول ما نكترش الماء باش ما تجينيش مرخوفة بزاف، خاصها تكون بحال تقريبا بحال عجينة المسمن. صافي، بعد ما تجمع لي العجينة وتولي بهذا الشكل هذا، صافي غادي نخدمها مباشرة. هنا انا خديت جوج معالق كبار ديال الزبدة، دوبتهم وزدت عليهم واحد نص كاس ديال الزيت. هنا عاوتاني خديت جوج معالق ديال الدقيق مع جوج معالق ديال النشا او مايزينا، هادو هما اللي غادي نحتاج للتوراق. صافي، غادي ناخذ العجين ديالي، غادي نقسمه لاربع قطع يكونوا متساويين، كل قطعه غادي نشكل منها 4 د الكرات صغار، يعني المجموع خاص تكون عندي 16 قطعه. صافي، غادي نحاول نشكلهم بحال هكا باش نقادهم. هنا خديت اوراق السبانخ، ناخذ الاوراق فقط. هنا عندي تقريبا واحد 200 غرام، قطعتهم بهذا الشكل هذا. عندي جبن الموزاريلا، عندي الجبن الاحمر، عندي واحد البصله متوسطه حتى هي مشلضه، هذه اختياريه، الا بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش يمكن لكم بلاش. وعندي بيضه، جوج معالق كبار زيت الزيتون، وعندي القليل من الابزار والقليل من الملح. الملح ما نكثرش حيت الجبن عندي مالح. صافي، غادي نحاول نخلط هاد المكونات كاملة مع بعضها. صافي، غادي نحاول باش نخلطهم، وغادي ندوز باش نوجد البوريك ديالي. بالنسبة للخليط اللي غادي ندهن به وجه صينية البوريك، عندي هنا أصفر بيضة، ملعقة ديال الحليب أو معلقة ديال ياغورت طبيعي، ومعلقة ديال زيت نباتي. صافي، غادي نخلط هاد الشي كامل وغادي نحطو. الصينية هنا غادي صافي غادي نخرج اوراق البوريك من الثلاجه،
وغادي غادي نحط الجزء الاول، غادي نحاول هكا نقادو غير باليد، يعني راه ما غاديش نحتاج نطلقو بالمدلك ولا شي حاجه. صافي نقاد الجوانب، نحاول نخرج العجين على الصينيه ونحط الحشوه. الحشوه البنات نسيت ما قلت لكم راه اختياريه، راه لما بغيتو ديروا هذه الحشوه تقدروا ديروا حشوه اللي غتعجبكم. صافي هنا زدت الجزء الثاني من العجين وصافي جمعت الجوانب وقديته بهذا الشكل هذا. غادي ندهن الوجه بداك الخليط اللي سبق لي وريته لكم، وغادي نرش القليل من حبة البركة، كتجي زوينة حبة البركة وكتعطي واحد النسمة غزالة غزالة. صافي بالنسبة للطيابة البنات، الفرن بطبيعة الحال خصو يكون سخون من قبل على يعني على درجة الحرارة تكون تقريبا واحد 180 درجة حتى 200 درجة. وبالنسبة للفرن الغازي يكون غير سخون مزيان. وفاش ندخل صينية البوريك نحاول باش نخلي العافية تكون متوسطة، نخليه يطيب على خاطر خاطره. صافي ها هو بعد ما طاب وخد اللون مذهب، وبصراحة الريحة كتحمق. كنتمنى تجربوه. هادشي اللي غادي نقول، صراحة وصفة زوينة والحشوات طبيعة الحال كتختلف. يمكن لكم تعتمدوا هاد الطريقة بالنسبة لتحضير عجينة البوريك أو أوراق البوريك. صافي مبقى ما نقول، السلام عليكم وشكرا على المتابعة، وما تنسوش تشتركوا في القناة ديالي بالنسبة للناس اللي غادي يشوفوا القناة ديالي لأول مرة. يلا إلى فيديو قادم ووصفة جديدة بإذن الله، دمتم في رعاية الله.